نحكي على الناس البطالة في البلاد حسب آخر الإحصائيات، عنا 1 مليون بطل بين شباب وشابات من حاملي الشهادة العليا وكذلك غير حاملي لشهادة علمية، مع العلم أنه حتى اللي ما عندوش شهادة علمية من حقه يخدم في بلاده، لا هذا لقي خدمة لا الآخر لقي خدمة. في واقع مرير كما هذا نلقاو ناس قاعدة تتمعش كما يقولوا برشا من فلوس البلاد، هذه يقول لك بلادنا منهوبة ومسروقة وإحنا توا على الحديدة وإحنا منكوبين اقتصاديا، لكن نلقاو أسماء سياسية شدت أو تقلدت قبل مناصب سياسية، رؤساء حكومات وحتى رئيس نسمي بالاسم الرئيس المرزوقي الشاهد وغيره المبزع، هذوما الناس قاعدين ياخذوا في روتريت متاع رؤساء حكومات ورئيس جمهورية، روتريت متاعه ماهيش شوية رايت وعد ملايين. شنو رايك انت كمواطنة تونسية؟ اول حاجة يعني كان انا سألتني السؤال هذايا قبل 25 انا كانت عندي نظرة خايبة، احباط، ما عادش فما امل، تقوم ترقد ما عادش فما. مي بعد 25 جوي مع انه ماهوش هيك بلون القايس سايت رانا، بعد 25 جوي توا سيء فما امل انا باش نبدله ونستناوه، والناس اللي متقلقه ما عندناش حكومه وما عندناش درا شنو وما عندناش وما عندناش، احنا بطبيعتنا الحكومه هذه لا انا معاملين عليها اللي تخدم فينا تخدم في بعضها اكا هو تخدم في الفوقانيين فك 10% تاعهم هما، احنا معناتها بلاش حكومه بلاش هذاك كلا سيرك باردو بلاش، ارتحنا عندنا قيس سعيد وعندنا الجيش وعندنا الشعب، ديجا احنا والله لنا حاسين بهم جمله بهم ولا بلا بهم، بالعكس احنا اريد طويك وفما امل. بالنسبه للشهائد العليا البطاله، لو تخرج انت بتاع تعلم العفو التشريعي العام اللي نيفو فريمير واللي ما همش كفاءات وما همش بالولاءات، انت فما 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 اوراق خرجوهم، تدفع 500 دينار تتبرع لحركه النهضه تاخذ خدمه اكثر شيء من هكا. الشهائد العليا اللي والدكاتره الباحثين اللي عملوا اعتصام بيتين بالشهر قاعدين غاديك، يخرج لهم واحد معلم عمره ما اللي هو غنوشي عمره ما خدم 90 سنه ضارب قصر ب 3 مليارات يقول لهم برو تعلموا صنعه، يعني انت دقدق هالبلاد هذه ما عادش عندك شهائد عليا ما عادش عندك من دمرها، اللي بناه بورقيبه وقدوا في التعليم وفي الصحه الكل دمروه هما. ان للشهائد العليا، الشهائد العليا من حقهم خرج نتاع العفو التشريعي العام، اللي ما يستاهلش يخرج. اللي يا اخي انا تونسيه عشت في عهد بن علي نخدم على روحي، لا عطيتوني لا مديتولي، تجي انت بعديك تجيبهم نتاعك البطاله وكل الارهابيين وكل كذا وكل كذا متمعشين راه ما همش يخدموا راه، وتجيبهم انت تدخلهم للوظيفه العموميه وترجعها 630 الف اللي كانوا قبل في ما وصلوش 500 الف وترجعهم 130 الف نتاع النهضه وترجعهم انت الغاديكا وتجي ترجع لهم نتاع 23 سنه وتجي تعطيهم انت الجراد نتاعهم وتعمل لهم السي ان اس اس اللي فلس الطويكه، انا شنو ذنبي خلصهم لك؟ شنو ذنبي انا نخدم عليك ولا نخدم عليهم؟ انا ما عادش خالتين، وبالله اك 2% اللي تنحونا فيها رجحينا يا قيسون ابدا ما قلت الشعب رجعنا نتاعنا راهو خدامنا راهو دمرونا صلح. حاجه اخرى قيس سعيد طويقة قاعد تاريخته تحفونه ونظيفه نتاع تطبيق قانون مش انتقام باهيه، اما بالله ياك الفوقانيين بالله ياك الفوقانيين هذوكم اكل اللي هما سبب الفساد الكبير هذوكم راهو حكايه فارغه راه كو قيمه المرشرش مخلوف هذاك اللي يخرج يقول تو تعمل لنا هذاك راهو مسكين هذاك ياخذ في جوز فرانك وقاعد على روحه هكا يخدموا به الفوقانيين يا قيس سعيد، ورد بالك تتراجع يا قيس سعيد رانا احنا كلنا توا معاك، كان عندك 3 ملايين تويك ناحيه 2 مليون ولا حتى 1 مليون تاع نهضه رانا كلنا الباقي معاك، اما كمل ما فماش رجوع راهو احنا تويك كل حلمه ريت انت حلمه احنا عايشين تو في حلم، تصور انت جمعه احنا بلاش النهضه والاسلام ماهوش في خطر الحمد لله يا ربي لبس عندنا الحمد لله كلنا مسلمين ومرنا واضح روحه واللي قد قد على روحه واللي كذا واللي كذا، هذوما ناس التاجر بالدين وخذاونا البلايص الكل وشردوا اي هما عندهم بريطانيا وعندهم امريكا وعندهم كذا باش يمشوا لها، ديجا الاخر هاو كاك المصمود مشى ما تعطوهمش رجعونا احنا وما تعطوهمش تلاقيح تعرف مستوى نتاعهم وتعرفهم هما شنو، باهي اذا كان هما هكاك مالا احنا ما عندناش غير احنا البلاد هذيا راه هما باش يهزوا اكل فساد الكل اكل من غربيه واكل طبال واكل جماعه واكل بالقرى واكل كل هذوك الكل باش يقطعوا بفلوسهم،
باهي باش يهزوا اللي سرقوا. احنا ما عندنا شيء، احنا عندنا وظيفه عموميه تاخذ فيها كريدي بالبنك وتجي تقعد، ما عندنا شيء، عندنا البلاد دي يا نعيشوا فيها يا نموتوا فيها. قيسون ماكش وحدك، احنا معاك، المهم كمل، يا نعيشوا كل يا نموتوا الكل. جو اسالك سؤال هو ما عنده حتى علاقه بموضوعي، انت من بكري جايه في الشارع تزغرت علاش؟ غير غلنوشك تنحى. صبح لها تونس، صبح لها تونس منصوبة ومنظمة. على غنوشك تنحى، قول له برا تعس عليك الكلاب تو، برا المنصب باي يشري الكلاب وتعس عليك، 250 بوليس كانوا يعسوا عليك، منين يخلصوا ذاك؟ مو من فلوس الشعب، يا قلاب يا سراق يا غنوش، يا محلاها تونس يا خوي، والله هبط بالذمة على تونس هكا محلاها. وعلى غنوشك تنحى، وعلى الدنيا كي ولت محلاها، كان مدرقنا كل حباس. زهرت وناس على باش غنوشك تنحى بري بالسلام. الثورة اللي صارت الحقيقية هي صارت لو 25 جويي، ثارت على شنو؟ ثرنا. ثرنا على الفساد، ثرنا على المنظوبات التي أكلها السوس. ثرنا على البيروقراطية. ثرنا على الأحلام التي دفنت وطمرت والتي ظننا أنها ستكون أو ستأخذ حقها بعد ثورة الربيع العربي اللي ما قمناش بها احنا، هو مشروع أمريكي. به أنا كتونسي شو نقول؟ نقول أنه أي مسؤول وأي وزير شد من 2011 حتى 2021 يزمه يتحاسب. إيش معناه يشد وزير ويبدد فلوس الدولة؟ إيش معناه يتصرف كما يحب؟ اش معناه نعملوا احنا دستور على القياس يجي يخدم لي عام ولا يخدم لي عامين، ياخذ لي روتريت عام كامل 30 مليون من قوتي ومن قوت صغاري؟ انا مانيش لاحق، ولا مش انا بو نحكي، انا واللي غيري طبقه متوسطه ما عادش فما. علاش؟ لانه اموال الدوله قاعده تنهب، تنهب من بين النوافذ الكبيره هي الناس اللي شدت الحكم. على بالك اللي احنا فوق ال 130 الف مليار جاتنا من 2011 لتوا 130 ألف مليار، يعني تريب الاقتصاد تونس. شو عملنا بهم؟ عملوش بهم حتى كياس، عملنا شي مشروع. يا أخي أنا ندعو رئيس الجمهورية ونشد على يديه، يلزمه يحاسب أي مسؤول وأي وزير. شنو يا أخويا تقول لي ما نجحتش؟ كهو لا، يلزم نحاسبك. علاش تحاسبني أنا كي نعمل مخالفة في الطريق؟ أبسط الأمور، إذا كان نحبه احنا باش نقومه بالفعل وباش دولتنا ترجع كما كانت وترجع مخير، يلزم نقضيو على الفساد ونحاسبوا كل واحد خذا مسؤوليه. وسيتا بوفيه دوكسيجين، وهي لحظه تاريخيه فارقه في مصيرنا، يلزمنا نستغلوها. وراو اكبر طامه واكبر مشكله عندنا في بلادنا في تونس منذ عليسه هي الفساد، وهي السرقه، وهي الرشوه. دونك اذا كان هو نظيف وخدم البلاد تعظيم سلام، وإذا كان أخطأ لابد أن يحاسب ويرجع فلوس الدولة اللي هي تنجم تخدم الشباب، اللي هي تنجم تحل المشاريع، اللي هي تنجم تصلح التعليم، اللي هي تنجم تصلح الصحة والإنفراستركتور. دونك فما شوانط كبار كل شيء، أما أنا هذا كل ما نجموا نعملوه كما نحاسبوا الناس باش نبداو على صفحة جديدة ونجموا نبنيو. البلاد هذيا معناتها ما عادش فيها ما يصلح. رؤساء وزراء الكل معناتها بصراحة كنا عايشين في عهد الزين خير برشا برشا برشا، على القيلة حتى واحد ريت حتى قدر وقيمته لقيها. معناتها قاعدين شادين البلايس، شادين ياخذوا في شهري مش شهرية مش اثنين مش ثلاثة، عرفتها معناتها. ما البلاد هذيا يا إما يشدها واحد اللي يكون بالرسمي معناتها ولد الشعب، سينو حكاية فارغة معناتها مارينا منهم حتى بلوس حتى بلوس حتى بلوس. اش باش نقول لك معناتها بصراحه الناس كلها تسرق، الناس كلها ما نعرفش. انا واحده من الناس مواطنه تونسيه بصراحه، اني مراه معناتها ما عادش نحب نقعد في تونس جمله 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 معناتها بصراحه. ما فما حتى حاجه تشجعك، حتى شيء. ياسر سريق كيما مجلس النواب اعز قرار خذيه رئيس قيس سعيد، هذاك القرار اللي ما كانش الشعب التونسي كل يتوقعوا، وفرحة تونس وعنا برشا ما فرحناش، وإن شاء الله يا ربي الفرحة تدوم.
ويتنحوا علينا، معناتها العبيد اللي قاعده تسرق في تونس والعبيد اللي قاعده تنهب في تونس، ورا برشا 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 عبيد قاعدين يعملوا في حاجات. راهو وين ننصح قيس سعيد، يا قيس سعيد هذايا نداء من مواطنه تونسيه كما اي تونسيه، القرار اللي خذيته راهو ما يلزمكش تاخذه معناتها كلام، يلزمو فعل، على خاطر ديجا راهم برشا عبيد قاعدين يخدموا، معناتها قاعدين يتكتكوا باش معناتها تونس ما تدخل بعضها، عرفت؟ وان شاء الله ربي يقدر الخير وكهو.